السلام عليكم. اليوم راح نتكلم عن موضوع يهم المهندسين والطلبة وكذلك يهم الأساتذة. هذا الموضوع يتعلق بنوعية الخط وطريقة الكتابة والتقديم اللي نقوم بها وشون نقدر انه نقدم الشغل مالتنا بأحسن وأفضل طريقة ممكنة. كطالب هم في يوم من الأيام انت عانيت من مشكلة انه خطك هو مو ذاك الخط الراقي المثالي الأنيق، بحيث انه من تقدم الهومورك مالتك إلى أستاذك الأستاذ ما يقدر يفتهم بصورة جيدة شنو اللي انت كاتبه، وبالتالي راح تفقد نقاط ثمينة من الهومورك من نتيجة الهومورك مالتك، وهذا راح يتطلب من عندك انه تروح وتتكلم ويا أستاذك وأستاذك يتفهمك حتى يرجع لك هاي النقاط. أما كأستاذ فأنت مشكلتك راح تتضاعف بعدد الطلبة من هذه النوعية اللي مع الأسف خطهم ما يسعفهم انه يقدمون الهومورك مالتهم بصورة مثالية. طبعا المشكله راح تكون اكبر واخطر واعقد في حاله انه احنا نتكلم عن امتحانات مو هوم وركس. اما كمهندس فانت في بعض الاحيان تطلب من عندك انه تقدم عملك بصوره احترافيه بعيده عن نوعيه الخط اليدوي اللي انت تتعامل به. طيب انا من الناس عانيت من هاي المشكله بصوره كبيره، خصوصا ويا عمليه تصليح الهوم وركس للطلبه، وكان الحل بالنسبه لي انتقلت تدريجيا من حل الى اخر. أول شيء فكرت به أنا كطالب إذا أريد أقدم الهومورك مالتي بصورة محترفة ليش ما أكتبه بالوورد مثلا؟ والجواب على هذا الموضوع أنه كتابة المعادلات بالوورد أولا هي مسألة مزعجة، ثانيا هي مو مسألة تفاعلية، يعني أنت تكتب المعادلة وتظهر بصورة لطيفة وجيدة واحترافية لكن ما تقدر تعرف الباراميترز الموجودة داخل هذه المعادلة، وبالتالي أنت تحتاج أنه تعيدها مرة ثانية، والعملية راح تكون ميكانيكية وما إلها أي روح بتكرر، ومزعج أيضا بتكرر عدد المعادلات اللي موجودة بالشيت الحل الخاص بك. هذه من ناحية. طيب طورنا شوية، رحنا باتجاه الإكسل. الإكسل بمعادلات تفاعلية بإمكاني أنه بالخلية الأولى أعرف قيمة X مثلا، بالخلية الثانية أعرف قيمة Y، وبالخلية الثالثة راح أقول Z is equal to X plus Y راح تطلع لنا النتيجة، واللي شيء حلو، وإذا غير قيمة X أو Y النتيجة راح تتغير. لكن هذا الموضوع بيه مشكلة بسيطة، هو أنه بالإكسل راح نشوف جدول ما راح نشوف معادلات، وبالتالي إذا أطبع هذا النتيجة الإكسل شيت اللي يعني سويته حتى أحل به المثال مالتي، لما أجي أطبعه وأقدمه للأستاذ يعني ما راح يكون واضح. في بعض الأحيان قد يكون كأنه مثلا ترجمة بالغيب، شلون أنا أقدر أعرف إنه هذا الطالب هل استعمل المعادلة صحيحة وطلع هذا الناتج، ومنين إجى هذا الناتج، وشنو المعادلة اللي استعملها. أكو إمكانية إنه أنت تظهر المعادلات بالإكسل، هذا شيء صحيح، لكن تبقى المسألة مشوهة، ما تنعرض بصورة ملائمة مريحة للعين وللمتلقي. أحد أساتذتنا تنبه إلى هذا الموضوع، لذلك كان يطلب من عندنا إنه نقدم حلول الهوم وركس مالتنا اللي هو كان يسميها professional assignments بصورة professional. بالتالي كان يطلب من عندنا إنه نقدم الحل على شكل powerpoint presentation، والمعادلات تكتب باستعمال برنامج لاتك. اللي ما يعرف برنامج لاتك هو برنامج فرنسي يكتب لاتك أو لاتكس، وهذا البرنامج يستخدم لكتابة ومعالجة النصوص والجداول والصور والمعادلات، لكتابة أطاريح وكتب وشابترز وأسيز وأي شيء كان، بطريقة تشبه طريقة الكودينج، كأنه أنت تكتب كود معين، كأنه تكتب برنامج يعني. وطانا حتى الرجل يعني طانا لينك لأحد الويب سايتس اللي أنت مجرد تكتب الكود للمعادلة المعينة وراح تطلع لك النتيجة على شكل صورة تقدر تأخذها كوبي بيست بالمكان اللي تريده. لكن تبقى المسألة أيضا، هذا عرض جيد لكنه غير تفاعلي، وبالتالي الحل لهذا الموضوع أوجدته شركة بريطانية اسمها PTC. PTC قدمت لنا في البلاتفورم نقدر أنه نستخدمها نعرف بها معادلاتنا ومتغيراتنا ونتائجها، وباستعمال أيضا مختلف أنواع الوحدات اللي موجودة عندنا، سواء أنها كانت تتبع الـ SI units أو كانت تتبع الـ US customary، والكثير من المزايا الجميلة. شلون تشتغل هذا الموضوع؟ تعالوا يا حتى. اهلا وسهلا بكم مرة ثانية. سؤاليا راح نحاول نجاوب عليهم بسرعة من غير ان ناخذ الكثير من وقتكم الثمين. السؤال الاول هو وين راح القى برنامج ماتكاد، والسؤال الثاني شنو اللي اقدر اسويه ببرنامج ماتكاد. جوابا على السؤال الاول، اذا رحت على متصفح جوجل مثلا وكتبت اسم البرنامج فراح تطلع لي عدة اختيارات، راح اختار هذا الاختيار اللي هو عنوان البرنامج، الصفحة الخاصة بي، وهذه هي الصفحة الخاصة بي. حتى أسوي داونلود لهذا البرنامج أروح على try and buy
وأختار Get the free MathCAD trial. وبكل بساطة بإمكاني أنه أعبي هذا الجزء الموجود هنا واللي يطلب من عندي اسمي والإيميل، طبعا لازم أدخل valid email والبلد اللي أنا موجود به، رقم الهاتف، الشركة أو الجامعة التي أعمل بها، شنو الحقل الاختصاص والاختصاص اللي أنا أعمل به، والـ ZIP code اللي هو يعني postal code طبعا. فوراها ورا ما تخلص ممكن submit your order وراح يبعث لك إيميل وراح يعطيك التعليمات شلون تقدر تسوي داونلود لهذه النسخة على الحاسبة الخاصة بك. طبعا النسخة اللي راح تنزل عندك هي version 6، هي آخر نسخة موجودة، وهي راح تكون Prime MathCAD لمدة 30 يوم، هي هذه الفترة الاختبارية. بعد ال 30 يوم راح تقفل المزايا البرايم اللي موجودة، المزايا المتطورة اللي موجودة في هذه النسخة التجريبية، وراح تبقى عندك المزايا الرئيسية، وراح تتحول النسخة من MathCAD Prime إلى MathCAD Express. وهذه نسخة MathCAD Express أنا أعتقد أنه كافية جدا على استعمالاتنا اليومية، وهذه النسخة هي نسخة مجانية مدى الحياة. مو بس هذا، إذا كان عندك أكثر من كمبيوتر بمجرد ما أنه تستعمل إيميل ثاني ممكن تنزله على كمبيوتر آخر، وهذا بالحقيقة كان حصيلة تواصل بيني وبين الكاستمر سيرفيس الخاصة بهاي الشركة، لأنه في يوم من الأيام احتاجت أنه ننزل على كمبيوتر ثاني، وهم هاي النتيجة يعني هم يرضون أنه يطلق هذا البرنامج أنه تستعمله بصورة مجانية حتى تعرف إمكانياته شنو بالمستقبل من تروح أنه تشتغل مثلا بشركة، هاي الشركة راح تشتري. طبعا هذا البرنامج غالي جدا ورخيص، لكن الماثكاد إكسبرس اللي يوفر لك إياها والمجانية كافية جدا حتى تغطي على كل احتياجاتك من وجهة نظري الشخصية. فهذا كان جواب السؤال الأول. أما جواب السؤال الثاني واللي هو مش نقدر نسوي بهذا البرنامج وشون نستفاد من عنده، فهذه هي واجهة البرنامج. ومثل ما تشوفون بأكثر من ربن ممكن أنه حضراتكم إن شاء الله من تنزلون هذا البرنامج على حاسباتكم تدخلون عليها وتشوفون إمكانياتها واحدة واحدة. التعامل مع هذا البرنامج بسيط جدا وما بي أي تعقيد، وأكو أكثر من فيديو موجود على اليوتيوب اللي يشرح طريقة التعامل مع هذا البرنامج. أما إذا حبيتوا أن أسوي لكم فيديوهات عن هذا الموضوع فياريت أنه تكتبوا ليها بالتعليقات. طيب بصورة سريعة أيضا راح نستعرض ميزة بسيطة جدا من مزايا هذا البرنامج بس حتى أراويكم شلون يشتغل. ففرضا أنه إحنا عندنا قيمة X خلينا نقول تساوينا X تساوينا مثلا 5 متر و Y تساوي مثلا 4 متر. طيب Z اللي هي تساوينا X plus Y تساوي 9 أمتار، وهذا اللي كنت أتكلم عنه أنا. يعني أنا ظهرت أمامي هنا المتغيرات وقيمهم والمعادلة اللي نتكلم عنها هنا ونتيجة المعادلة والوحدات أيضا، فكل شيء واضح قدام المتلقي، ماكو أي شيء مخفي، وهذه سر قوة البرنامج. مو بس هذا، مثلا إذا بدل ما هي النتيجة بالأمتار أنا أبدأ أحولها إلى الفوت مثلا، فالنتيجة هي 29.528 فيت، وهو عند مثل ما تشوفون يعني هذا البرنامج عنده القابلية أيضا على التحويل من وحدة إلى وحدة ثانية. بإمكانك أنه تجري الكثير من العمليات الحسابية مثل ما نشوف هنا، هذه مختلف العمليات الحسابية اللي ممكن أنه تقومون بها، وبإمكانك أنه تدرج الكثير من السيمبلز اللي مستعملة بحياتنا اليومية كرياضيات، وهنالك العديد. تقدر تكتب تكست، تقدر تسوي أشياء كثيرة بهذا البرنامج، تقدر تدخل ماتريسز وتحلها أيضا. فهذا البرنامج حقيقة الإمكانيات الكاملة به كثيرة، وأتمنى أنه يكون هذا الفيديو البسيط قد قدم جواب لمشكلة احنا كلنا نعاني من عدها. مرة ثانية شكرا جزيلا لمتابعتكم، وان شاء الله نلتقي بكم في فيديوهات ثانية. الى اللقاء.